أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ صالح عن الحياء المحمود والحياء المذموم، وهل يمنع هذا الحياء من الخير؟ الحياء المحمود الذي يكف عن الشر وعن المحاذير، هذا هو الحياء المحمود، هو شعبة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء الذي يكفك عما يشينك ويدنسك هذا محمود وهذا من الإيمان. وأما الحياء المذموم فهو الذي يمنع من طلب العلم ويمنع من سؤال أهل العلم عند الحاجة، هذا هو المذموم. نعم.